أخبار اليوم. كان يبوس الجريح من إجرين مقطع. ننزل على إجرين وقال له ده شرف عجبيني. ده شرف عجبيني. هذا هو أبو عمار. نعلن وفاة القائد البطل، وفاة الرجل الأول، وفاة الزعيم والمعلم، وفاة أغلى الرجال، وفاة الأب والأخ والابن والحبيب، وفاة ياسر عرفات وانتقاله إلى جوار ربه. وباسم كل فلسطيني، وباسم كل فلسطيني وفلسطينية، نقول للعالم بأسره أن ياسر عرفات ليس شخصا واحدا، أن ياسر عرفات ليس شخصا واحدا أبدا، بل هو في قلبي ووجدان كل حر في هذه الدنيا. أن ياسر عرفات ليس شخصا واحدا، بل هو في قلبي ووجدان كل حر في هذه الدنيا. فكلنا ياسر عرفات. من قال أن الياسر قد مات؟ قف يا أيها الزمن ولا تتقدم، فقد خرجت من فوهة البندقية رصاصة كاذبة قالت إن الياسر قد مات. فقد انفجرت في العيون ثورة، والخناجر قد صارت كما فوهت البركان، والأرض صارت زلزالا تحت الأقدام، واندلعت في الجسد نار صنعت من السماء غيما ودخان. فمن قال أن الياسر قد رحل البطل، رحل البطل، نور الشمس غابت على البلاد، ياسر رحل والدنيا وقفت لوحدها. رحل البطل، نور الشمس غابت على البلاد، ياسر رحل والدنيا وقفت وحدا. أنبل وأوف الرجال مثل ما في ولا انت ولا أنبل وأوف الرجال مثل ما في ولا انت ولا شامخ وعالي بالمجد فوق المجد سعد الصلاة. بس هذا الشعب شعب الجبارين، لا يدافع عن نفسه ولا يدافع عن بيته، ولكننا ندافع عن هذه المقدسات المسيحية والإسلامية، ندافع عن الأرض العروبة من المحيط إلى الخليج، ندافع عن هذه الأمة العربية، ندافع عن هذه الأمة العربية، ندافع عن الأحرار والشرفاء. الشهادة في أرض الرباط، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، نصر النبي محمد صلوات الله عليه وسلم، ومهد سيدنا المسيح عليه السلام.